الاهلي دلوقتي مش بيتعاقد من اجل الصفقات، وده شفناه يعني في كثير من الاحيان في التعاقد مع اللاعبين واللاعبات. النادي الاهلي لا يسعى وراء التعاقد من اجل التعاقد او صفقه من اجل الصفقه، ولكن الهدف من الصفقات هو احداث الفارق. فالنهارده النادي الاهلي بيدور على لاعبين ولاعبات لو جم الفريق او تم التعاقد معهم يكون في طفره او يكون في اضافه. الكلام اللي بقوله ده صح يا كابتن؟ اه طبعا صح. هو النادي الاهلي كده كده هو عنده مجموعه من لعيبه متوسط السن وصغيرين كويسين جدا في الفريق الاول وفي الناشئين، فاعتقد ان هو موضوع بتاع صفقه واحده دي مش هتاثر فينا كتير، يعني احنا فعلا ممكن نبقى محتاجين صفقه واحده السنه الجايه. لكن بالنسبه للعيبه لا، احنا عندنا الاعمار السنيه ما بين 26 سنه ل 20 سنه لاصغر كمان في الاعمار السنيه، وكابتن طارق السنه اللي فات يعني السنه دي الموسم ده واللي فات بيستعين كتير جدا في أوقات معينة بناشئين يدفعهم عشان ياخدوا الثقة وياخدوا الخبرات مع الفريق الأول. نعم، وخلينا أقول برضو يا كابتن أنه من وجهة نظري ده من أفضل الأجيال اللي جت لكرة السلة سيدات. في عندك خبرات، في لعيبة لعبت بره، يعني نادين السلعاوي، عندك رنيم الجداوي، عندك يعني ميرال أشرف لعبوا في الـ NCAA في الثلاث جامعات في أمريكا وقعدوا 4 سنين يمكن كلهم، فعندهم خبرات كبيرة. عندك شباب، عندك شابات صغار السن زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني قصدي أقول إن الجيل ده فيه يجمع ما بين الخبرات وبين الشباب. ولكن النهاردة أنا بتكلم على الألعاب كلها، النهاردة الحقيقه النهارده الالعاب كلها انت بتتكلم في 17 بطوله لم تخن الذاكره. وخلينا يعني نستعذرهم مع حضراتكم، لو اتكلمنا في كره الطائره رجال عندك 4 بطولات خدها الطائره رجال، دوري وكاس وسوبر مصري وبطوله افريقيا. لو رحنا للطائره سيدات 3 بطولات سوبر مصري والكاس والدوري 3 بطولات، ادي 7 بطولات. لو رحنا لكره اليد عندنا 4 بطولات، بطولة أفريقيا الأبطال وعندنا السوبر المصري والسوبر الأفريقي وكان أخيرا الدوري، يبقى كده الرجال 4 بطولات يبقى 11 بطولة. نروح لكرة اليد سيدات عندنا 2 بطولات دوري وكأس يبقى كده 13 بطولة. نروح لهذا الفريق قدامنا الكرة السلة سيدات خدوا دوري وكأس وسوبر مصري 3 بطولات يا كابتن مظبوط؟ القاهرة والجيزة، ولكن ما بنحسبش القاهرة والجيزة. تمام. يبقى كده 3 بطولات يبقى كده 16 بطولة. لو اتكلمنا عن كرة السلة رجال دوري المرتبط حتى الآن يعني 17 بطولة، دول إجمالي البطولات اللي دخلت دولاب النادي الأهلي السنة دي في الألعاب الأخرى. والنهاردة الناس ما بتفتكرش عدد البطولات ولكن بتفتكر البطولات اللي راحت منك، يعني البطولة والله يعني النهاردة أنت راح منك بالظبط، أنت راح منك عدد بطولات يعني لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في كل الألعاب دي. فالجماهير النادي الأهلي واخد على المكسب، جماهير النادي الأهلي حابة للمكسب، حابة للمركز الأول. فالحقيقة 17 بطولة وتتبقى بطولة نتمناها تبقى 18 السنة دي إن شاء الله، حتى يكون موسم تاريخي زي الموسم السابق لفرق الجماعية في النادي الأهلي. ولو اتكلمنا كمان عن